أعطى الرئيس الموريتاني محمد ود القزواني إشارة انطلاق العام الدراسي في أحد أفقر أحياء العاصمة نواكشوط وأكثرها بؤسا وتهميشا للتعرف عن قرب على واقع المدارس الحكومية والحث على تقديم خدمة تربوية نوعية وترسيخ قيم التعايش السلمي والاندماج الاجتماعي. هو الطريق الوحيد لاكتساب العلم والمعرفة، وهذا الأخير اللي هو العلم والمعرفة زاد هو الوسيلة الوحيدة لترقية المجتمعات وتنمية البلدان. ولد القزواني الذي تعهد خلال حملته الرئاسية بدعم التعليم أنشأ بعد تشكيل الحكومة وزارة للتعليم الأساسي وإصلاح التهذيب بالبلاد، فخطوة تهدف إلى نفض غبار الإهمال عن التعليم الحكومي. التعليم بصفة عامة يواجه عدة تحديات، من أهمها مشكلة البنية التحتية، ولأن بالنسبة للطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لقطاع التعليم بصفة عامة ما هي كافية. غياب المدرسة الحكومية وحضور التعليم الخصوصي رغم ما يخالفه ذلك من عدم التكافؤ الفرصي بين أبناء المجتمع الواحد تحديات وعتها السلطات وتريد التقلب عليها. أبرز التحديات التي نواجهها في موريتانيا هو تحدي الخريطة المدرسية الفوضوية العشوائية لانتشار المدارس في الفضاء العمومي، أيضا تحدي الكم. الواقع الصعب الذي تعيشه أغلب مدارس الجمهورية يحتاج إلى ما يبدو لأكثر من زيارة رسمية، فضعف البنى التحتية وعدم تطوير المناهج ومشاكل المعلمين والتسرب التلاميذ تنتظر خططا ناجعة للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية. افتتاح عام دراسي من طرف رئيس الجمهورية خطوة يعتبرها المراقبون تصب في صالح الإصلاح لغطاع حيوي عانى من الإهمال لعقود طويلة. سميحة العربية نواكشوط.